تتربع المنطقة الصناعية سيدي خطاب بغليزان على مساحة تقدر ب500 هكتار، وتعرف أشغال توسعة لتصل المساحة الإجمالية بأزيد من 2000 هكتار، وهذا لتلبية الطلب المتزايد للحصول على العقار لإنجاز مشاريع استثمارية بهذه المنطقة. سلمنا وقصة الاستغلال المشروع تاعنا تاع صناعه اسمنت ومشتقاته. Aujourd'hui, on est content d'avoir une autorisation d'exploitation qui nous permet de démarrer notre activité. معنا رانا في 2100. 2100 هو تعتبر اكبر منطقه صناعيه، واليوم اعطينا تراخيص من اجل انطلاق مشاريع جديده، واعتقادي هناك مشاريع سوف تنطلق راهي في الانجاز حوالي 22 مشروع، والعمليه مستمره بعد صدور قانون الوكاله لتسير العقار الصناعي، والوكاله لترقيه الاستثمار هي موجوده. يبقى عمليه التفاعل ما بين الوكالتين من اجل الاسراع في عمليه التوزيع، وتكون عندنا انطلاقه فعليه في سنه 2023 فيما يخص الاستثمار. من بين المشاريع الاستثمارية الواعدة بالولاية المؤسسة الاقتصادية العمومية للصناعات الميكانيكية ولواحقها بوادرهيو، وكذا مصنع لإنتاج الأسلاك والمولدات الكهربائية بمنطقة النشاطات ببلدية بلحسل، مشاريع ستسمح بتلبية احتياجات السوق الوطنية وتنويع الاقتصاد. إنتاج تاع الشركة على حسب طلب السوق ما بين 3000 و 3500 طن سنوياً. رقم الأعمال المتوسط للشركة خلال السنوات الأخيرة هو مليار دينار جزائري. في المواد الكهربائية كوابل إن شاء الله رانا تقريبا بين 15-17% من الإنتاج المحلي الجزائري، آخر العام نكون في 400 عاما إن شاء الله. الانشغالات هي كثيرة اللي طرحوها لنا من بينها العقار، وحنا نقوم بعملية استرجاع العقار غير المستثمر، واليوم الحمد لله في هذه الولاية استرجعنا أكثر من 162 هكتار، والولاية كذلك تسخر بمناطق كبيرة أكثر من 11 منطقة نشاط ومنطقة صناعية بامتياز. وبخصوص الصناعات النسيجية، يعد مركب النسيج طيال الجزائرية التركي من بين المشاريع الكبرى التي تعول عليها الدولة لخلق قيمة مضافة وتقليص فاتورة الاستيراد وكذا امتصاص البطالة، حيث تم تكوين أزيد من 2000 متربص مؤخراً.